Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, inshallah, we will read Surah Al-Baqarah, ayat number 61. I hope this lesson will be cleared after this video. You must revise with me this lesson. Let's start the lesson. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدة فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدة فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. To memorize this lesson, watch again and again must this video. It's enough for today. Take care yourself. Thanks for watching. Allah Hafiz.